السلام عليكم، معكم مهند غلام 050-516-3525 من بن حمودة للسيارات في شيفرولي أبو ظبي والعين. اليوم هنكلمكم عن آخر سيارة متوفرة عندنا من السيلفرادو تريل بوس الـ 6.2 موديل 21، اللون الرمادي اللي هو المعدني، سوري الرمادي الدخاني. خلينا نقول زي ما انتم شايفين السيارة دي مجهزة بشوية إضافات. عندنا هنا البريكس بتكون لونها أحمر كاليبرز وعليها الدواسات ثابته، تمام. نشوف من الخلف في عليها اي اضافات ولا لا. تمام، كمان عليها رش للحوض اللي هو البيت كوتينج. دي اخر سياره عندنا حاليا متوفره، اللون اللي هو بنقول عليه الرمادي الدخاني الشادو جراي. داخل اهو شوف، ده الـ21 بالواي فاي والاس او اس والوايرلس تشارجر، وطبعا وايرلس كونكتيفيتي او توصيل لاسلكي على الشاشه، تقدر توصل تليفونك بدون كيبل. اجيب لك الويز والواتساب والجوجل مابس كلها تظهر على شاشه السياره، بحيث انك ما تمسكش تليفونك ابدا طول ما انت في سيارتك للسيفتي طبعا. ده بس زي ما انتم شايفين هي معدن مكتوب عليها سيلفرادو، شكلها جميل ما شاء الله، والبريكات حمص كمان مكتوب عليهم سيلفرادو. تشوف شكلها مره تانية من قدام عشان تعرفوا تميزوا اللون مع الهوكس الحمراء او الخطافات الحمر. الماكينة 6.2 العشرة غيار الـ420 حصان. في حاجة كمان لاحظتها هنا، عندنا الانتنة الصغنونة القصيرة شورت انتنة. تمام، اهلا بكم، انتظار اتصالاتكم على مهند 050-516-3525 من بن حمودة للسيارات في أبوظبي والعين.